السلام عليكم. عندنا اوميجا زادت لنا لا سيكيوريتي في التطبيق، زادت مع لا سيكيوريتي، ولا عنده المسابقه الثنائيه تاع جوجل اثنتيكاتور. راح نروحوا مع بعض نخدموها، هو على بالي الجميع يعرفها، ولكن نحاول ممكن نلقاو اشخاص ما يعرفوش يحطوها. لما تضغط مباشره على المحفظه ثم تضغط على ساند، كما نشوفوا راني دخلت لجوجل اناثيكاتير، ماهوش راح يسجل معايا، ماهوش راح يصور لهذا الشيء. راح تضغط على علامه زايد، راح تلقى علامه زايد هنا، راح تضغط عليها، ومن بعد تضغط على الثانيه اونتري ستيب كي، يخرجوا لك المربعين. المربع الاول تكتب فيه اوميجا نتورك او ام ان، ونحطوا هذاك الكود اللي كوبيناه، حطوا هذاك الكود اللي كوبيناه مع بعض، ونعملوا اوكي. حتطلع معاك من تحت اوميجا نتورك. واش نعملوا؟ راح تكوبي هذاك الكود ونروح نحطوه في التطبيق. الان راح نرسل العملات، تضغط على ساند، هي لادريس، هي محطوطه هذه لادريس تاعك اللي وثقت بها. اما اي شخص واحد اخر حاب ترسلها للمحفظه، ترسلها لاي بلاصه، المهم انت حر. حطيت لادريس تاعي ماكسيموم، نروح نجيب الكود، نعملو ساند. هنا قال لك كان عجبتك الخدمات تاعنا، و احنا نعملوا لهم على العموم ما نعرف وين دخلتني في متاهة. حطيتها تعمل لايك كيما نشوفوا نرسلنا العملات. المهم خلاصة القول نقول لكم عيدكم مباركة للجميع، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.